بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خفي الألطاف سريع الإسعاف، كل عبد إلى حضرته مواف. الصلاة والسلام على سيدنا محمد سدرة الكمال وبحر الوصال، الذي جمله ربه بشريف الخصال والفعال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم المآل. وبعد، أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا يخفى على أحد منا ما تعيشه الأمم والإنسانية جمعاء من واقع مرير إثر تفشي ذلكم الوباء الخطير، والذي نسأل الله عز وجل أن يرفعه عنا وعن المسلمين وعن الإنسانية قاطبة بلطفه وكرمه ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولهذا كان لزاما علينا الرجوع إلى الله عز وجل في جميع الأوقات، بل في هذا الوقت العصيب الرجوع إلى الله عز وجل، والرجوع إلى قرآن العظيم، والرجوع إلى هدي سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين، والتخلق بأخلاق ساداتنا الصحابة والتابعين والصالحين والعلماء العاملين. تلكم الأخلاق التي جعلها الله عز وجل سببا لنيل محبته. وما أدراك ما محبة الله؟ فإذا سمعت أيها العبد أو قرأت في كتابه الكريم قوله تعالى: إن الله يحب، أو والله يحب، أو فإن الله يحب، فأعر لها سمعك، وافتح لها قلبك، وتوجه لها بجميع وجودك وكيانك، فإن المتكلم هو الله، وإن المتجلي بالمحبة هو الله. فإذا أحبك أدهشك بالعطاء. قالوا قديما: لا تسأله أن يعطيك، ولكن اسأله أن يرضى عنك، فإذا رضي عنك أدهشك بالعطاء. يقول الحق سبحانه عز وجل في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أمرنا الحق سبحانه عز وجل بالإحسان الذي هو جامع لجميع وكثير من معاني الخير. لماذا؟ لأن الله عز وجل يحب المحسنين، لكي يدخل المحسن في دائرة محبة الحق سبحانه عز وجل. ثم نجده الحق سبحانه عز وجل في آية أخرى يفصل بعض مظاهر الإحسان الذي يدخل العبد في دائرة محبة الحق سبحانه عز وجل، فقال عز من قائل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما أحوجنا أيها الأحباب في هذا الزمان إلى هذه الأخلاق العالية الرفيعة الغالية التي توصل العبد إلى محبة الحق سبحانه عز وجل. الذين ينفقون في السراء والضراء، فإن فاتك أيها العبد الإنفاق في السراء فهذه الأزمة وهذه الضراء قد ألمت بإخواننا المسلمين وبالإنسانية جمعاء، فبادر وسارع إلى هذه الأخلاق من إنفاق وكرم على قدر المستطاع، حتى وإن استطعت أن تسأل عن بعض إخوانك المعوزين أو العائلة المعوزة، فتصدق وأكرم مما أكرمك الله عز وجل حتى تدخل في محبوبية الحق سبحانه عز وجل. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ما أحوجنا وحري بنا وحري بكل قلب وحري بكل عبد أن يتخلق بخلق التغافل والتناسي، تناسي الأضغان وتناسي الأحقاد وكظم الغيظ، ويملأ قلبه حبا وعفوا وإحسانا لجميع المسلمين وجميع الإنسانية جمعاء. قال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فإن الله يحب المتقين. إذا تخلقت بخلق الوفاء بالعهد وأداء الأمانة، فإن الله عز وجل يكتبك في ديوان المتقين الذين يحبهم الحق سبحانه عز وجل. ما أحوجنا في هذا الزمان إلى تخلق بخلق الاستقامة التي قال الله عز وجل في حق حبيبه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت. قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ثم إن من الأخلاق التي توجب محبة الحق سبحانه عز وجل، ألا وهو القسط، أي العدل
في جميع الأحوال وفي جميع الأحكام. قال تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. الإصلاح بين الناس وبين الأهل وبين الأرحام وبين القبائل بالقسط ومراقبة الحق سبحانه عز وجل، كذلك يوصل العبد إلى محبة الحق سبحانه عز وجل وأن يكون من المقسطين. قال تعالى: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم إن نجد في هذا الزمان كثير من المنظمات الكبرى والجمعيات العالمية تنادي بالوقاية وبالطهارة وبالنظافة. نجد أن الحق سبحانه عز وجل في كتابه الكريم يحب التوابين ويحب المتطهرين الذين يحسنون التطهر ظاهرا وباطنا، أي يجددون التوبة دائما ويحسنون التطهر ظاهرا وباطنا، لأن من يفعل ذلك يفوز بمقام المحبوبية المشار إليه في قوله سبحانه عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وإن من الأدوية التي يجب على كل مؤمن أن يتسلح بها في هذا الزمان وفي هذه الأزمات الصبر. قال تعالى: وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، أي يستعينون بالصبر عند نزول البلاء وعند ملاقاة الأعداء. كذلك ندمنا الحق سبحانه عز وجل إلى التوكل عليه، فإذا عزمنا في أمورنا أن نتوكل عليه لأن الله عز وجل يحب المتوكلين، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وغاية ما في الأمر أيها الأحباب أن ينشغل العبد باله بالكلية بمولاه، وأن يتحرى الصدق في متابعة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مصطفاه، وأن يخلص في توجهه ونواياه في كل عمل يعمله لحضرة الله، وأن يسوق نفسه بالعلم الرشيد والعزم الأكيد والصبر المديد حتى تلحظه عناية الحميد المجيد، فيتحقق بقوله سبحانه عز وجل: أولق السمع وهو شهيد. اللهم يا من لطفه بخلقه شامل وخيره لعبده واصل، لا تخرجنا عن دائرة الألطاف وأمنا من كل ما نخاف. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.